زيارة تاريخية قام بها الرئيس السيسي إلى موزمبيق، كونها أول زيارة على الإطلاق لرئيس مصري إلى مابوتو. تلك الزيارة تعكس اهتمام مصر العميق بأفريقيا وحرصها على دعم أشقائها في القارة الأفريقية. تكلمنا فيما يخص الإرهاب على أن دي تجربة لنا، تجربة فيها في مصر منذ السبعينات القرن الماضي، واللي هي عبارة عن هي محصلة جهل وتخلف وفقر.